يعمل له حاجة وهو قاعد لوحده تحت، لا مية ولا شرب ولا أي حاجة. فالموضوع متعب جدا يعني نفسيا. تفاعلكم معي ومع كل مواضيعنا طوال هذه الحلقة من خلال تويتر البرنامج أو هاشتاك صدى أندرسكور الملاعب، كما يمكنكم متابعة كل أخبار. يخرج ريان حي، إن احنا شفنا الفيديو لريان داخل البئر كان على قيد، وفي الآخر بعد ما يطلع ويتعشم في الآخر يحصل ده، يعني مش عارفة برضه أقول إيه. ما فعله ريان إن شاء الله ربي ينصفه ينقذه، ما فعله ريان يؤكد أنه الشعوب العربية الإسلامية وقت الشدة تلقاها الكل متضامنة. عمري ما كنت نتصور أنه طفل ريان يوصل العالم العربي والإسلامي إلى هذا الحد من جعله طائرة من طيور الجنة شفيعا مجابا لوالديه، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، تعازينا لكل. أنا الوحيدة التي تعرف هنا في هذا البيت في هذا الخبر المحزن، أنا سعد حال الأهل للتو أعرف أن ريان قد توفي. نعم طبعا عفوا على رد فعلي، لكن على العكس تماما، حتى نحن في الاستوديوهات هنا. ريان ثق وتأكد أن الله معك وأن وعد الله حق. ريان دعونا وندعو وسندعو لك.